إذن هي هذه فاكهة ديال ماندو بودا أو أصابع بودا، هي من صنف الحمضيات، وهي شجرة استوائية، يعني فاكهة يعني خوي إكزوتيك. إذن غادي نكتشفه إن شاء الله من الداخل. بسم الله. الله، على ريحة انا دابا كنقطع فيها واحد الرائحة ديال ممزوجة بالحامض، الحامض بالفاني. الله، مجهدة مجهدة الريحة ديالها، فالحامض حامض متميز، يعني ممزوج بالفاني، رائحة ما شاء الله. المذاق ديالها اللي فيها واحد الطيبة تاع الحامض متميزة بزاف، ديال هادي تقدر يعني إما تستعمل في كاع لي غوسات، في لي صالاد، في الحلوى، في يعني يتم الاحتفاظ بها في المجمد. هنا غادي نقوم بالتقطيع ديالها على شرائح ودار في المجمد، يعني يتم التقطيع ديالها على شرائح بهذا الشكل هذا، ويتم ادخال ديالها في هذا الصاشي بحال هكا. ادخل المجمد بشرائح على هذا الشكل هذا، ويتم الاستعمال ديالو عند الضرورة، يعني إما يتحك فوق حلويات ولا قطع صغيرة في صلصات و صلاد، أو يتضاف في وجبات بحال الدجاج ولا يجي في كاع لي غوسيت. بالصحة والراحة.